بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا نقوم بأخذ بذور الكتان. طبعا المكونات هي بذور الكتان، زبادي طبيعي، وزيت الطبخ لعمل هاتي الوصفتين. طبعا المكونات هذه تكون حسب طول وكثافة الشعر. نأخذ بذور الكتان ونقوم بطحنها مباشرة في المطحنة، ونتحصل على بذور الكتان مطحونة بودرة بهذا الشكل. نفرغها في وعاء ثم نأخذ ملعقة طعام كبيرة من الزبادي الطبيعي أو اليوغرت أو الروبا أو الرايب أو حتى المايونيز، ونضيف عليها ملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان، قلت تكون مطحونة. صاحبات الشعر الجاف جدا أنصح بإضافة ملعقة طعام كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت السمسم أو زيت الصبار أو أي نوع زيت متوفر عندك في البيت تستخدمينه لشعرك. نتحصل على هذه الخلطة ونقوم بتوزيعها على الشعر، يكون نظيف، ليس مغسول وإنما نظيف من أثر أي زيوت أو أي مستحضرات موضوعة على الشعر من قبل. نقوم بتوزيع هذه الخلطة جيدا، خاصة نركز على أماكن الفراغات. لمن تعاني من الشيب في شعرها أنصحها بعمل كمية مماثلة لبذور الكتان من بذور السمسم. نقوم بطحن بذور السمسم على شكل بودرة ناعمة. لكل ملعقتا طعام كبيرة من الزبادي نضع ملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان مع ملعقة طعام كبيرة من السمسم، يكون مطحون على شكل بودرة. نقوم بعمل تدليك للفروة برؤوس الأصابع بهذا الشكل لحوالي 5 دقائق، تدليك خفيف، خاصة نركز على أماكن الفراغات وهي مقدمة الرأس بهذا الشكل. وبعدها نقوم بلف الشعر بواسطة البني البلاستيك ونتركه من ساعة إلى ساعتين. إذا كانت القبعة الحرارية متوفرة في البيت يكون أفضل. القبعة الحرارية رائعة جدا لعمل ماسكات الشعر. نتركها فقط لمدة نصف ساعة. القبعة الحرارية رائعة جدا لمن ليس لديها الوقت لإطالة وصفات الشعر من ساعة إلى ساعتين. وبعدها نقوم بغسل الشعر، ويكون أفضل بشامبو أطفال أو شامبو طبيعي من بين الشامبوهات المتوفرة في قناتي، لدي عدة أنواع شامبوهات في القناة. هذه الوصفة لها فوائد كثيرة جدا للشعر، تعمل على علاج تساقط الشعر وأطرافه المتقصفة. طبعا نوزع كامل الخلطة على الشعر حتى الأطراف، كذلك تعالج مشكلة الشعر الخفيف وإنبات فراغات مقدمة الرأس. تبدأ النتائج في الظهور من أول أسبوعين لاستخدامك المنتظم لهذه الوصفة، تستخدم من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع حسب نوع شعرك. تعمل على تنعيم الشعر، لأن بذور الكتان تعتبر ككيراتين طبيعي للشعر، وتوجد وصفة بالقناة لبذور الكتان لتنعيم الشعر. هذه الوصفة تعطيك لمعة رهيبة لشعرك، ترطب الشعر الجاف، كذلك تحمي فروة الرأس،
من القشرة وحتى الفطريات. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار من عمر 5 سنوات فما فوق، يمكن استخدامها لهم وبكل أمان. نقوم الآن بتجهيز زيت بذور الكتان. لعمل زيت بذور الكتان والذي أنصح بترطيب الشعر به بعد غسل وصفة الزبادي وبذور الكتان، نحتاج لملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان تكون مطحونة على شكل بودرة، نأخذ برطمان ثم نضع لكل ملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان 5 ملاعق طعام كبيرة من زيت الأكل، زيت الطبخ، أي نوع موجود في مطبخك استخدميه، وكما يمكنك استخدام أي نوع زيت تفضلينه أنت ويناسب نوع ومسامية شعرك. نرش البرطمان جيدا ثم نترك الزيت في مكان مظلم وجاف. يوميا نقوم برج البرطمان، يوميا نقوم برجه مدة أسبوع كامل، ويفضل أن يحفظ الزيت في قارورة داكنة اللون، من الأفضل ذلك. يمكننا إضافة كبسولة فيتامين إي لمن ترغب بذلك، ولكن حبوب الكتان أو بذور الكتان غنية جدا بهذا النوع من الفيتامين، وبعدها قلت يحفظ الزيت في برطمان داكن اللون. بعد مرور الأسبوع نقوم بتصفية الزيت من البذور ونستخدمه في وصفات الشعر. بالنسبة لزيت بذور الكتان يحافظ لك على صحة الشعر بسبب احتوائه على أحماض دهنية أساسية، وكذلك يعالج مشاكل الشعر مثل التقصف، الجفاف، ظهور القشرة، تقصف أطراف الشعر التالفة، ويغذي لك الشعر، وكذلك يزوده بالعناصر الضرورية لنموه وزيادة قوته واستعادة توازن الدهون في فروة الرأس، وذلك عند استخدام زيت الكتان بطريقة منتظمة، وذلك كاستخدامه كحمام زيت مثلا على الشعر لمدة ساعتين وبعدها نقوم بغسله، أو نقوم باستخدامه كمرطب للشعر بعد وصفات بذور الكتان قطرات منه، فقد تكفينا لترطيب الشعر بعد الاستحمام وهو مبلول. كذلك زيت الكتان يحافظ على رطوبة الشعر ويجعل شعرك المجعد ناعم وسهل التسريح. آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات والبنات الصغار من عمر 5 سنوات فما فوق، يمكن استخدامه بكل أمان. كذلك الرجال يمكنهم استخدام وصفة بذور الكتان الأولى مع زيت بذور الكتان آمنة وليست لها أي أعراض جانبية. صلاحية هذا الزيت تدوم في مكان جاف لمدة 6 أشهر. إذا استخدمنا زيت فيتامين إي صالح لمدة سنة كاملة، شرط حفظه في قارورة غامقة اللون في مكان بارد وجاف. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.